في عنا الحفز الواقف الجانبي، وهذه الطريقة يتم حفظ الوثائق داخل أوعية الحفظ الخاصة بها في وضع واقف مثل حفظ الكتب في المكتبات. الآن يعني هذه الطريقة ممكن إحنا نقول في المكتبات بيستخدموها كثير. ليش؟ لأنه اللي هي أنا النظام الكتب يا إما بحطه بشكل جانبي يا إما بشكل واقف، لأنه حتى يتم عملية رؤية الكتاب، لأنه الكتاب مكتوب على حافة اسم كتاب مؤلف اللي هو الكتاب، أو على الجنب اللي هو الكتب. لما نكون احنا في نفس الكتاب ممكن نحطها كل الكتب في جنب بعض مرصوصة بشكل جانبي، وبسهل علينا رؤية هذا اللي هو استخراج هذا الكتاب. من مميزات هذه الطريقة الاستغلال الأمثل لمكان الحفظ، المحافظة على الوثائق من التلف والتمزق، سهولة الحصول على الوثائق المطلوبة. يعني هذه كمان يعني كمان مهمة جدا في عملية وضع اللي هو الكتب بشكل واقف أو جانبي. يعني بنستخدمها في المكتبات، بنستخدمها في بعض الملفات ممكن اللي يمكن يكون الرجوع إليها بشكل قليل، ملفات ممكن نضعها جنب بعض أو بشكل واقف في داخل اللي هي الخزائن اللي هي مصممة لها. أما عن الأجهزة الحفظ الخاصة بهذه الطريقة، الأجهزة اللي إحنا زي ما حكينا عن السابقة هنا خزائن الأرفف، هي عبارة عن خزائن معدنية أو خشبية تحتوي على كل خزانة على مجموعة من الأرفف، حيث تكون هذه الأرفف قادرة على استيعاب ملفات الكرتون، وقد تكون هذه الخزائن ذات أبواب قابلة للغلق والإقفال أو حتى بدون أبواب. هذه خزائن مصممة، اللي هي يعني خزانة هذه مصممة وفيها عدة مجموعات من اللي هي الأرفف، أو ممكن يكون في عنا أدرج في داخل هذه اللي هي الخزائن. فأنا بستخدم اللي هي لهذه الملفات المطلوبة يا إما عن طريق اللي هي هذه الخزانة بكون نظام أرفف رفوف، واستفيد من الارتفاع، وممكن يكون فيها كمان اللي هي خزائن بنظام اللي هي الأدرج، وممكن يكون كمان خزائن فاتحة ما فيش فيها أبواب، وممكن يكون فيها أبواب ممكن أنا أفتح الأبواب وأشوف الأرفف اللي أنا بوضع فيها اللي هي الملفات. أجهزة الحفظ الآلية الدوارة نفس اللي إحنا حكينا عنها في السابق، زي اللي هي الحفظ الرأسي للملفات اللي هي العادية، وهذه مصممة لاستيعاب اللي هي الملفات الكرتونية، لأنه هذه بنظام كهربائي، مصممة بنظام كهربائي. ممكن أضغط على الزر يتم عملية تحريك الأرفف وأوصل إلى الرف اللي هو المطلوب. الأرفف المتحركة هذه هي عبارة عن مجموعة من خزائن قابلة للحركة على قضبان اللي هو موضوعي اللي هو تحتها يعني هذه النقطة بالذات بالنسبة للأرفف المتحركة، يعني ممكن نكون احنا مصممين نظام قضبان حديدي ووضعين في اللي هي مثلا عدة أرفف أو خزائن متحركة، ممكن أحركها بشكل يدوي أوصل إلى الرف اللي هو المطلوب. في عندي أهم المميزات إلهم هنا، استغلال المكان بشكل جيد يؤدي إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الملفات، سهولة تحريكها يدويا، المحافظة على محتوياتها من أوعية اللي هي الحفظ. هذه سهلة اللي هي مميزاتها وبسيطة، وممكن إحنا نستخدمها بشكل كثير. في عنا الحفظ الأفقي، هنا تحفظ المستندات والأوراق والوثائق حسب هذه الطريقة بوضعها فوق بعضها البعض على أرفف أو فوق الطاولات، ويتصل بكل محفوظة زائدة صغيرة يمكن بواسطتها إيش هنا التعرف على ما يراد استخراجه، وهي أفضل الطرق لحفظ المستندات كبيرة الحجم كالخرائط والمخططات والرسومات اللي هي الهندسية اللي بتتعلق بالأمور الهندسية، وهذه خاصة ممكن نستخدمها في البلديات لأنه في عنا خرائط كبيرة ممكن احنا بنستخدمها اللي هي في مخططات كبيرة،
لشوارع، لمباني مثلا، في اللي هو بتتعلق بأمور يعني كبيرة الحجم بالنسبة للي هي الوثائق أو المستندات تبعتها. فهذه نقطة مهمة جدا. الآن هذه اللي هي إحنا بنوضعها اللي هي في خزائن مصممة بأدراج كبيرة، اللي هي وضع هذه اللي هي المستندات أو الوثائق في داخلها فوق بعض، نحط الملفات فوق بعض.